أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، فهذه الرقية المباركة من كلام الله عز وجل يستمع إليها المريض يومياً، ويكرر معي الآيات والسور التي أكررها، أو ضع يدك على جبهة المريض وكرر معي الآيات والسور التي أكررها في هذه الرقية، وبعد الانتهاء من القراءة أنفث في كفيك 3 مرات بريق خفيف، وامسح بهما جسد المريض من رأسه إلى قدميه. وتقرأ هذه الرقية المباركة على ماء، إن وجد ماء زمزم فبها ونعمت، وإن لم يوجد ماء زمزم فماء المطر، وإن لم يوجد ماء المطر فماء الأبار أو العيون، وإن لم يوجد ماء الأبار أو العيون فأي ماء طاهر. وعند القراءة قرب الماء من فمك، وبعد الانتهاء من القراءة أنفث فيه 3 مرات بريق خفيف، ويستعمل هذا الماء للشرب منه يوميا على الأقل 3 مرات في اليوم. وتقرأ هذه الرقية المباركة كذلك على زيت الزيتون الحر، وعند القراءة قرب الزيت من فمك، وبعد الانتهاء من القراءة أنفث فيه 3 مرات بريق خفيف، ويستعمل هذا الزيت للدهان به إذا كان المريض به حمى، يدهن به جسده كله مرة كل يوم، وإذا لم يكن به حمى فليدهن به مكان الألم على الأقل 3 مرات في اليوم. وتقرأ هذه الرقية المباركة على عسل النحل الحر، وعند القراءة قرب العسل من فمك، وبعد الانتهاء من القراءة أنفذ فيه 3 مرات برق خفيف، ويستعمل هذا العسل للشرب منه. وطريقة الاستعمال: ضع ملعقة كبيرة من عسل النحل المقروء عليه في كوب ماء مقروء عليه كذلك، ويتناوله المريض كل يوم على الريق حتى يشفى بإذن الله عز وجل. وزيادة على الرقية الشرعية بكلام الله عز وجل، هناك أدعية نبوية للشفاء فاحرص عليها. وقبل البدء ضع يدك اليمنى على جبهتك إن كنت مريضا، أو على جبهة المريض، وقل: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقل 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. كذلك ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل 3 مرات: بسم الله بسم الله بسم الله. وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر،
أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فكلاهما صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قل هذا الدعاء النبوي: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار مريضا كان يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. وزيادة على الرقية الشرعية بكلام الله عز وجل وبأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصحك بأمرين مهمين لأنهما من أسباب الشفاء، فاحرص عليهما وفقك الله. الأمر الأول: لابد من الالتزام بكثرة الدعاء في السجود والثلث الأخير من الليل وفي ظهر الغيب وغير ذلك من الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني: لا تنسى الصدقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فتصدق بأي شيء، قليل أو كثير، سواء نقود أو لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك، بشرط أن يكون خالصا لوجه الله تعالى وبنية الشفاء. فاعلم علم اليقين أنك سترى أثر الصدقة بعد حين على المريض، وستفرح كثيرا إن شاء الله عز وجل. كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض يتألم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم اجعل هذه الرقية شفاء ورحمة وبركة على كل من قرأت عليه أو استمع إليها. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.